species. There are several species of Bordetella, but we explain the main important pathogens for a human. اللي هي راح تكون البوردتيلا باراسيس بوردتيلا بارا بارا باراسيس وبوردتيلا عندنا برونكو سيبتيكا اللي هي عادة ما تسبب لنا طبعا البوردتيلا باراسيس responsible for produce disease which is called باراسيس أو نسميه السعال الديكي أو بالعامية يسموه العواية عواية يسمونها ليش؟ لأنه طبيعة القرحة مالت الطفل راح تكون تشبه العواء أو الصوت مالت الديك بس هي عواية يعني العواء هو مو مالت الديك صياح الديك بس ما أعرف يعني التسمية مالتها جديدة هسه راح نشوف إنه ليش راح يصير هذا الصوت مالته مالت الطفل يطلع ويسموها بهذه التسمية طبعا البوردتيلا سدي بابا Bordetella pertussis is a direct pathogen for a human, not infected the animals. And it is responsible for the pertussis, اللي هو شنو upper respiratory tract infection. Upper respiratory tract infection. Not produced lower respiratory tract infection. يعني إذا صارت عندنا نيمونيا أو صار عندنا lower respiratory tract infection فهذا due to another bacteria نسميها secondary bacterial infection not due to Bordetella pertussis because Bordetella pertussis infected only the upper respiratory tract not infected the lower respiratory tract اللي تجيكم سيركم زين السكند عندنا هنا انتم تشوفون هي من ضمن الكوميونيكيبل ديزيزز الكوميونيكيبل ديزيز اللي هي الامراض الانتقاليه I mean this disease transmitted from person to person or human from human to another مثل ما قلنا there are several species but the most important هي عندنا البوردتيلا بيرتسيس اللي راح تسبب لنا ووفينج كاف اللي هو السعال الديكي او اللي نسميه بيرتسيس الاسم الثاني له عندنا اثنين البوردتيلا برونكوسيبتيكا it responsible for produce the similar disease of the pertussis or whooping cough but it is يعني mild in the severity not in the same severity of the whooping cough شوية راح تكون mild هاي البارا pertussis بوردتيلا برونكوسيبتيكا نسميها أو نسميها بوردتيلا كاني كاني هو يعني اسم لاتيني معناها الكلاب او الكلب dogs بالانجليزي فهنا معناها شنو معناها هذه هنا البكتيريا produce infection in the animals especially in the dogs or in the rabbits can be transmitted to the humans وعندنا ايضا بوردتيلا avian اللي هي not infected to the human وبوردتيلا هنزي اللي هي infected the human and the produce also respiratory tract infections and septicemia. طبعا ال regions or locations of the Bordetella. دكتورة الإيفيوم species ما تصيب الهيومن؟ شو؟ الإيفيوم species؟ It's not infected the human. Animals? Animals only, yes. نجي على الماكروسكوبيكال features. Macroscopical features مثل ما قلنا انه هي راح تكون gram negative bacteria. So we can see under the microscope as the red or pink color. مثل ما تشوفون هنا على الصورة مالتنا وهنا هاي under the microscope. A single color, single cell of the bacteria is coco bacilli. Not bacilli, coco bacilli. يعني مرات نشوفها تقريبا ما بين الشكل السفيريكال وما بين الشكل الرود. فنسميها coco bacilli. Forum. السلام عليكم. وعليكم السلام. With pili. With pili. And capsules. شوفونا هنا.
هي البكتيريا. دائما انا هاي اللون الابيض هذا هو الكبسول. وعندها باي بولر جرانيولز نسميها ميتا كروماتيك جرانيولز كان بي ستيند وذ ذا سيرتن اور سيلكتيف ستيرن تنصبب هنا تكون وهنا موجوده لكن بالجرام ستيرن هذه ما نشوفها الجرانيولز لازم نستخدم سيرتن ستيرن فور ديتيرماين ذا باي بولر جرانيولز اللي هي تكون هبار او هبار. إذا هنا نشوف الشكل مالته بتكون هنا كوكو باسلاري فورم presented with the capsules in line وأيضا ما تكون غرام نيجاتيف وقلنا bipolar granules. هذا بالنسبة للمايكرو مايكروسكوبيك فيتشرز. نجي طبعا الدايمترز مالتها 0.5 to 1 micrometers. مايكرو مو مليمتر بالمايكرو المايكرو أصغر يعني جوز أجيب لكم إياها أني كاتبة 0.5 to 1 وأكتب مليمتر مايكرو يعني بس غيرت أني واحدة مثل ما تعرفون أنه لونة سنانة البكتيريا من نقيس الدايمتر مالتها يعني جد من مالتها دايمتر مالتها بالمايكرو ميتر اللي هو أصغر من المليمتر. دكتورة المليمتر مو قيسها بالكلتشر يعني نعم هي المليمتر نبدأ نشوفه 1 cm يساوي لنا ايش قد 10 مليمتر فهذه نقدر نشوفها لكن هنا لما نقول under the microscope معناها هذا بالمايكرو يعني اذا اقول لكم اخاف اغير مثلا بالوحدات او اكتب cm مثلا او meters نجي بالنسبة للكلتشرال فيتشرز Bordetella pertussis usually it is fastidious bacteria. Fastidious bacteria يعني بكتيريا مدللة يعني need the certain materials and need the certain conditions or special conditions for growth. So we use it the selective media which is called Bordet Gingo media. Bordet Gingo media. This name is related to the scientist. اللي هو اللي اكتشفه وديسكفرد this media for growth of the Bordetella pertussis which contain the potato glycerin blood and certain antibiotics. We add the antibiotics for certain media to prevent the growth of the normal flora of the oral cavity or upper respiratory tract prevent or kill the another normal flora that can be taken when take the swab from the oral cavity or from the upper respiratory tract and allow only for Bordetella pertussis for growth. فهذه الميديا اللي راح نستخدمها طبعا كل شيء ماما اللي كاتبت لكم يا بلون احمر هاي يجيكم سيارتول يجيكم بالاسي زين دكتورة بس ممكن تجيبي مهمة تجيكم سيرتو. دكتورة بس مكوناتها بلاد وغليسيرين بوتيتو وبوتاتو وبنسلين جيني هو انتي بايوتكس واللي هو برود سبيكترم انتي بايوتكس it is suppressed aerobic bacteria. كل البكتيريا اللي اخذناها اللي الانتيروبكترياسي كانت فاكيوليتيف الايروبيك بكتيريا حتى الاتش بايلوري اللي اخذناها هي مايكرو ايروفيليك يعني تقدر تنقل by presence of the CO2. Bordetella pertussis secret aerobic. I'm going to secret aerobic. Aerobic. Then here cannot be grown on the CO2 or under the tension of the CO2. It is secret aerobic bacteria. Only when presence of the oxygen tension can be grown. طبعا نجي هنا التمبرجر مالتها من نخليها بالانكيوبيتر نفس درجة حرارة جسم الإنسان 37 معظم أنواع البكتيريا اللي هي تنمو داخل الجسم وممكن أنه يسبب لنا انفكشن للهيومن هي نفس درجة حرارة جسم الإنسان يعني from 35 to 37 centigrade but because it is fastidious bacteria need more than 24 hours need 3 to 7 days.
حتى تبين وحتى نقدر نشوفها. بينما الإنتيروبكترياسي أو النورمال فلورا اللي أخذناها كانت أوفر نايت يعني 24 hours or 18 to 24 hours ممكن أنه نشوفها. هذه from 3 to 7 days because it is fastidious bacteria and it is similar to the Haemophilus influenzae but no need the V and X factor. ما تحتاجهم. الهيموفيلس انفلونزي تشوفون نفس الكاركترستيك فيتشرز مالت البورداتيلا بيرتوسيس but need X and V factor. الفرق البورداتيلا بيرتوسيس عن الهيموفيلس انفلونزي انه ما تحتاج ال V or X factor. No need V or X factor. طبعا ال X وال V factors who are result from the destructions of the RBC which present in the media for the growth. هذيك تحتاجهم منه الهيموفيلس انفلونزي لأنهم ما تقدر تسوي هيمولاسيس للRBC or destructions للRBC فتحتاجهم أنهم يكونوا جاهزين. هنا البورداتيلا بيرتوسيس ما تحتاج الـ V and X factor because ألو؟ نعم أخلص عني عن المحاضرات وأجي أنتم كملوا التحاليل مالكم أخلص وأجي عن المستشفى يلا إيه كملوا التحاليل مالكم وبرضو دمرها مع السلامة. ليش إحنا لأنه البورداتيلا بيرتوسيس كان produce hemolysis or destructions of the RBC because it has hemolysin enzyme. عندها الهيمولايسين إنزيم هو يقدر إنه يطلع عندنا ال X وال V factors يعني عن طريق ال destructions of the RBC. شوفون هنا ال colonies مالتها شو راح تكون small colony. طبعا هاي دانات سنجل كولوني وهاي الكولوني هاي مو معناها بكتيريا واحدة تخلون ببالكم هاي ملايين من البكتيريا متجمعة مع بعضها حتى تنطينا هذه الكولوني المستعمرة اللي راح نشوفها تكون سمول جليسيرين كومباكت وايضا تكون سموث ايج الحلقة مالتها كلش عن دواحة سراوندد باي نوروزون اوف ذا هيموليسيس يعني جولدن كلر about the colony, but it is small, very small. مو مثل الستاف أوريوس أو مثل الستريبتوكوكس بايوجيناس اللي تكون يعني golden halo or golden ring about the colony تكون كلش واضحة وكبيرة. لأن أنا لا رح تكون small وتكون تيني كلش ناعمة وصغار ناعمة بقى نكبر هاي بالفتردش هاي single colony. دكتورة تكون كونفكس قلتي يعني الكولونيز كومباكت كولونيز. نجي على الانذر بايو كيميكال تيست اللي هو راح يكون الاوكسيديز عندها بوزيتيف والكاتاليز اولسو بوزيتيف بينما الانتيروبكترياسي تتذكرون قلنا عندها الكاتاليز بوزيتيف اوكسيديز نيجاتيف الاتش بايلوري لا كان بوزيتيف الكاتاليز بوزيتيف والأوكسيديز بوزيتيف واليورايز بوزيتيف. هاي هنا فقط عندها الأوكسيديز بوزيتيف والكاتاليز أيضا رح يكون بوزيتيف. طبعا عندنا two types of Bordetella pertussis أكون نسميها virulent type and non-virulent type أو نسميها hemolytic type and non-hemolytic type. عادة اللي تكون hemolytic type هي راح تكون نفسها invasive وهي نفسها راح تكون virulent يعني هي اللي راح تسبب لنا البورداتيلا سوري راح تسبب لنا pertussis أو اللي نسميه whooping cough but can be converted into the avirulent bacteria and non-hemolytic bacteria and non-virulent بكتيريا ما عندها براوة وما عندها قابلية أنه تسبب لنا الانفكشن. هذا الكونفرشن شو وقت نقدر نسويه؟ by presence of the عندنا هذه مادة نسميها تبريكات المغنيسيوم or under يعني growth under the temperature about 28 centigrade.
فهنا راح تتحول راح يصير بها modulation or changes in the genetic materials. ما تبدي تنطينا الجينات اللي تسوي لنا excretions للtoxins. أو سبب لنا التوكسينات فراح يصير بيها modulations or mutation طفرات وراثية فتفقد القابلية مالتها for producing of the enzymes and toxins. دكتورة ذني العملية فتتحول من الفيريولات إلى أفيريولات ومن الهيمولاتيك إلى non-hemolytic ومن الانفيزيف إلى non-invasive. دكتورة ذني ثين هنا سوين سوي يعني الميديا تحتوي على هالمادة والدرجة الحرارة بنفس الوقت لو ممكن واحدة منهم؟ لا 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 كل واحدة منفصلة عن الثانية بس هنا أنا ده نحولها ده نغيرها يعني شو ده نغير الجينات مالتها جينات مالتها ده نغيرها عن طريق إضافة مواد كيميائية أو تغيير درجة الحرارة ما تنمو مالتها. نجي بالنسبة للتوكسينز هذا مهم يجيكم بالأسي. التوكسينز مالتها مثل ما تعرفون قلنا هي غرام نيجاتيف اذا هي شنو عندها التوكسين هو شنو البي اس اللي هو لايبوبولي ساكرايد ريسبونسبل فور ذا برودوسينج اوف ذا فيفر نسميه اس ويل اس ات ويل برودوس ايريتيشنز اوف ذا كولومينار ايبيثيليال سيلز ذا كفر اور لاينينج ذا ابر ريسبيراتوري تراكت. فاذا هو pyrogenic وبنفس الوقت راح يسبب لنا شنو irritation للميكوزا أو للإبيثيليال of the upper respiratory tract. هذا أول toxins. ثاني toxins اللي هو مهم اللي هو راح يكون الإكزوتوكسين اللي هو ماخذ الاسم مالته من عندها اللي نسميه pertussis toxin. It is a protein toxin. إذا النوع مالته شنو هو عبارة عن protein toxin. And this toxin it is very important because it is responsible for producing the damage of the only ciliated epithelial cells. Ciliated epithelial cells اللي هي تكون intact, not damaged. يعني not ciliated epithelial cells not infect. واللي damaged epithelial cells not infect. هذا التوكسين يركض وين يدور؟ يدور على الانتاكت وعلى سيليتد ابيثيليال سيلز من يشوفها يروح يبوس يتشنب بيها. زين اذا كانت السيل دامج اور ديستركشنز ما يدري شو يسوي بيها ما تفيد هذه هسه راح نعرف ليش دا يروح على الانتاكت ليش ما يروح على الدامج. فهذا التوكسينز there are two genes localized in the chromosomes of the بكتيريا two gene اللي هي responsible for excretions of this toxin. الجينات عادة من تقروها بالكتب يكتبوها بأحرف اللي تكون small letters وتكون مائلة. لهذا السبب تشوفون هنا هذا عندنا B V G A حتى تسهل عليكم شنو هاي ال B بوردتيلا V variolent ممكن نحول two types ممكن نحول إلى variolent فهنا variolent والG هو جين A هذا هو اسم الجين إذا جين A and جين B S B yes B أيضا قد طبعا ال A ما في من activators يسوي الاكسبريشن مالته حتى يعطينا شنو البروتينز وبالتالي البروتين هذا راح يتحول الى توكسين. السيجنالز ات از ريسبونسبل فور ذا كونديشنز يعني اوف ذا انفايرومنتس اند جيف ذا سيجنالز فور برودوسينج اور نوت برودوسينج اوف ذس توكسينز. واضح
يعني ينطي الإشارة للبكتيريا أنه سوي هذا التوكسينز إحنا محتاجين، لأنه لقينا فوش خلية وانتاكت وبيها يعني سيليتد إبيثيليال سيلز، راح نروح نقمز عليها ونشلب بيها. فهذا ده ينطينا شنو؟ سيجنالز للجين للكروموسوم اللي يحتوي على الجين حتى يسوي لنا إكسبريجن of this proteins, I mean this gene, I mean this toxin. واضح؟ دكتور ممكن تعيديها الاكتيفيتر والسيجنال؟ هاي الاكتيفيتر. أنا تطلع هي؟ لا هي موجودة. حتى لو علينا فعرفنا إنه هذه الجينات الاثنين اللي هي الـ A واللي هي الـ S مو C. عرفنا الأسماء مالتها اللي هي جاية. هذا التوكسينز أو يعني إيش راح يسوي لنا هنا؟ قلنا راح يسوي لنا binding with the cilia of the epithelial cells of the upper respiratory tract. The mechanism of this gene resembling for the mechanism of the Vibrio cholera toxin or enterotoxin اللي نسميها. هذا كلش مهم موجود بالمحاضرة، بس راح أكتب لكم إياه. هاي يا دكتورة. أوكي. بس انت فهمت. هاي عندنا ثانية. خلنا نقول. هذا انت. سيلولا. هذا عندنا إكسترا. سيلولا. سيلولا. هذه هي السيل. يعني وحدة خلنا هذه السيل. سيليا هذا التوكسينز طبعا عندنا هاي البكتيريا احنا قلنا فهذه البكتيريا طبعا هذه بها الفلاج اتاتشمنت فلاجيلا وانما فلاج موجوده راح تسبب راح تنطينا شنو اتاتشمنت سيليا لا راح تنطينا اكسكريشن excretion اللي هو الإكزوتوكسين هذا إكزوتوكسين إندوتوكسين هذا هو موجود بيها LPS هنا إكزوتوكسين هي اللي تسوي excretion للتوكسين واللي هو pertussis توكسين pertussis توكسين هذا pertussis توكسين composed of two parts اللي هو A and B parts هذا A هذا B دكتورة ماينس لحظة بس انه يعني بس صحيح اخي يفتح النوت مره ثانيه منيو ولا منيو هذيك اول واحد قلنا نشوف الدوت يعني اريد افتح
هذا التوكسين ب 2 يونت او سب يونت نسميها A and B. A will يعني A part it is responsible for the attachment with the cilia of the epithelial cells and then adhesions to the يعني cell membrane and produce acidifications of the cell membrane of the host epithelial cells to produce the canal in the cell membrane and enhance or facilitate the entrance of the B subunit. عرفتوا دور الـ A؟ الـ A ايش سوى عندنا ماما؟ أمو الأسود شو اسمك حبيبتي؟ شو اسمك؟ زينب؟ إيه؟ الـ A subunit ايش سوى؟ هسه حكيته؟ صفى أمو الوردي؟ سوى الـ A subunit قمنا 2 subunit B A و B. الـ A ايش سوى؟ هسه حكيته؟ وبكم حد يعرف سوى الأي؟ يعني أنتم ملتهيات بالحكي والسوالف وبوقت الامتحان زينب أنت عينك بوقت شو اسمك أنت أم الوردي؟ ها؟ لبنى. لبنى عينك بوقتها وملتهية والسوالفين وتتمضحكين أكو شي ضحك؟ جايين هنا تضحكون؟ لو جايين ده تفتهمون؟ إذا أكو شيء ضحك ضحكينا وياك زينب خاتون. ما تغفين إحنا إيش دا نحكي أنتي واللي وياك على شنو دا نحكي منا مو يمنا اللي ما عجبه يحضر الباب مفتوح ما سجلكم غياب عيب. دكتور هذا البين اختاري ثاني اختيار البين دكتور عقل صنصة شو؟ عقل صنصة ما بس ما راح تبين هنا راح يكون المكان كل شيء صغير عقل صنصة الأسد راح يصير كانالايزيشن هي أصلاً مو تسوي أدهيشن تسوي أسيدفيكيشن تسوي كانال هذه عندنا هذا الاتشمنت وذا سيليا راح يقترب من عندها ويسوي ديستركشنز اند دامج اوف ذا سيليا دامج اوف ذا سيليا وراها هنا راح يقدر يسوي الاتشمنت وذا بلازما ممبرين اور سيليا ممبرين هذا البي سبيونت هنا دكتور تدين تغير اللون هو من نفسه هذا الأزرق دوسي عليه يطلع لك مجموعة ألوان سيلولار يعني قلنا هنا كان هذا اكسترا سيلولار وهذه عندنا انترا سيلولار
فاذا اللي سوى هذا الكنال هو البي اسيد باي اتاتشمنت وذ ذا سيليا اند دامج اور ديستراكشنز اوف ذا سيليا ذا اتاتشمنت وذ ذا سيل ممبرين اوف ذا هوست اسيديفيكيشن سيلز اند produce the canal for entrance of the B subunit from extracellular to intracellular. دخل هالسل B للintracellular. شنو يعني؟ شو راح يسوي لنا هنا؟ Will activate the adenylase cyclase enzyme. Adenylase cyclase enzyme. فنجي هنا. ودخل عندنا هنا هذا B subunit. أكو عندنا هنا إنزيمز سميناها أدينيليز سايكليز إنزيم إنزيم يكون إنأكتيف فور it will be converted by B subunit into the active cyclase enzymes حول إلى الأكتف وإذا تحول إلى الأكتف شنو معناها؟ معناها هنا adenylase cyclase enzyme facilitate or enhance the conversion of to the adenosine triphosphate into the adenosine monophosphate by losing of the two groups فوسفيت البي سبيونت دخل داخل السياس انتراسيلولار اللي صار ايش راح يسوي هنا راح يحول لنا ان اكتيف ادينيليز سايكليز انزيمز اوف روم ان اكتيف فورم انتو ذا اكتيف فورم and adding active form adenylase cyclase enzyme facilitate the conversion of adenosine triphosphate into the adenosine monophosphate by losing of the two group of the phosphate واذا شنو يعني تحول الى adenosine monophosphate طبعا هنا التراي كانت ثلاثيه الفوسفات بها من تحولت الى مونو فقدت اثنين من الفوسفات جروب ادينوسين مونو فوسفات increase the permeability of the waters minerals from intracellular to extracellular and increase excretions of the mucus as well as increase excretions of the waters and minerals لهذا السبب نشوف انه مش راح يصير عند الشخص راح يصير عند راينايتس نسميها راينوريا اللي هو بس يعني يطلع شلون المي من خشمه راينوريا فهنا هذه الادينوسين مونو فوسفيت راح تحول لنا من الانتراسيلولا يطلع أوتسايد أيضا لون من انتراسيلولا to extracellular as well as sodium from intracellular extracellular as well as facilitate the producing of the histamine الهستامين موجود عندنا وين؟ بالماست سيل بالماست سيل in the tissue of the upper respiratory tract also found in وين بعد موجود هذا بالتشيو بالبيزوفيلز very good بالبيزوفيلز in the blood stream هذه بالنسبة لل two subunit of the pertussis toxin وش راح يسوي؟ نعم بالبداية راح يكون دراي كاف بعدين يكون بروداكتيف كاف دكتورة الاي سبيونت ما يفوت الهستامين قلنا هنا راح يصير عندنا استيميوليشن للهستامين
الهستامين ايش راح يسبب لنا هنا؟ تعرفون انه موجوده هي بالماست سيل. Or by presence of the pollen or other, يعني allergies. الهستامين راح يسبب لنا smooth muscle constriction. Smooth muscle constriction. راح يسبب لنا أيضا vaso, يعني blood vessels, vaso dilatation. راح يصير فيها. Also increase excretions of the mucus and the water, so that accumulations of the mucus and minerals and waters will produce plaques. Will induce the obstruction of the bronchioles, small bronchioles, so that narrowing of the airway passage. راح يصير عندنا narrowing of the airway passage and decrease the oxygen tension. So the patient will present with a convulsion. اللي نسميها الشمرة. راح يصير في الواحد. ليش الشمرة منين جتي؟ جتي من decrease oxygen tension. والoxygen tension منين جاي؟ لأن إحنا عندنا ال brain, the nerve cells, not to store the glucose. الجلوكوز منين يجينا والoxygen؟ يجينا عن طريق ال blood. مو؟ ده يجيب الأكسجين يبدله ويجيب ويا الإنرجي اللي هو الجلوكوز وجايب ويا الأكسجين. من يقل عندنا؟ احنا قلنا راح يصير عندنا narrowing بالairway passage نتيجة هذا الفلكس اللي صار بالsmall bronchioles. فdecrease the oxygen. راح يقل الأكسجين. البلد ما ده يقل لنا الأكسجين للبرين. فبالتالي راح يصير عندنا شنو؟ convulsion. أيضا راح نشوف البيشنت عنده convulsion اللي نسميها الشمرة بالعامية. أيضا البيشنت راح يكون عنده شنو؟ راح يكون عنده يعني بلوش discoloration over extremities and lips. سينوسيس. سينوسيس. إذا راح يصير عنده ازرقاق بالأطراف. تعرفون أكو two types of the sinuses. أكو central sinuses أو peripheral sinuses. البيريفرال سينوسيس اللي هو الاكستريميتيز راح تزرق. سنترات واللبس. ألو أهلا وسهلا. هلا أي نعم هسه أنا أكمل وأجي إن شاء الله. الأجر على حسب من يعني. أهلا واضح. فإذا هنا عرفنا انه الاسباب منين اجانا السيانوسيس نتيجه قله الاكسجين، منين اجتنا الكونفولشن ايضا نتيجه قله الاكسجين. هاي بالنسبه للكلينيكال فيتشرز اللي راح تشوفوها على البيشنت. لهذا السبب انا البيشنت من راح يجيني صاير عنده كونفولشن ومختنق، انا ما احير بدي انطي الانتي بايوتيك ما بدي احير انه انا بدي اشوف هاي بوردتيلا لو مو بوردتيلا لو فش. انا لازم شاطي اسوي له سبورتيف تريتمنت. هذا اول شيء. بعدين اجي على اعالج البكتيريا وانطي الانتي بايوتيك وانطي الشراب مال الزحه. فاول طريقه هي بالتريتمنت انه انا لازم اسوي سبورتيف تريتمنت اللي هو لازم اقلل عمليه الكونفولشن اللي تصير عنده حتى لا يصير عندنا نيرف سيلز دامج، خصوصا عندنا هذه بالاطفال نلاحظها. فعن طريق لازم شاطي انطي سيديشن. الطفل ده يبكي وهو صاير هيك كونستراكشنز، انت ما تقدر تنطي دراولينج اوف ذا اي، عيونه متقلبه لفوق، حلقه هيك معوج، لسانه طالع، ده يطلع نسميه السلايفه من حلقه. هذه كلها طبعا ما او تخلوا له قلم يعني بحلقه هيك. حتى شنو لا يعضل سانه او نجيب مثلا شاش ونخليها بحلقه حتى ما يعضل سانه. ثانيا انه انا ما احير انه ادور له ايضا على يعني فين بدي اخلي له كانيولا وهذه. فاروح راسا انطي سيديشن، اجيب فاليو امبول وانطي سيديشن انترا ريكتال عن طريق الانس، ندخل انجيو تيوب وادفع
شنو عندنا الفاليوم امبول اسحبها بسرنجه وادفعها انتراك يعني ريكتالي انطيها انجيو تيوب يعني امبول كلش رفيع هذا نسوي يعني نستخدمه من نسوي سكرز ونسحب ممكن انه انطيها انتراركتالي ليش بدي انطي انتراركتالي دكتوره لان الفاليوم يعني سايد افكت ماله عالي وسيديشن عالي فحتى نعم. تخلي سايد افكت دكتوره انا هو اصلا من شنجه كلها فما راح يقدر يتعود نعم هو أنا إذا أنطي سيديشن حتى ترتقي المصل سمالته ويروح هو يجيك مسوي زين حلقة وسنونة وهذه حتى شوية يرتاح بعد ليش؟ Very good الأبزوربشن عندنا انتراريكتالي أكثر من بقية المناطق زين فأطيع زائدا أنه عندنا numbers of the nerves بال يعني الميوكس ممبرينز اوف ذم ريكتم از مور ذان انذر اريا عندك عندكم الاي والانس اكثر منطقه هي فيها نيرفز تحسس واكثر منطقه هي قابله للابزوربشن هذه وحده اللي راح يجيك عنده فيفر فاهم شيء انه اني اقلل درجه الحراره مالت الطفل ايضا لان هذه الفيفر ايضا تسبب لنا الكونفولشن اتاكس فأجيبه حتى إذا أقعده بقشت مع المي مي بطاسة أو إنجانة هيك كبيرة أو قشت بي مي وأقعده بي حتى نقلل درجة الحرارة لهذا السبب من الأماية تيجي تقولكم أني ابني دا يصفر شيء ولها الدنيا صيف أشيله وأقعده بقشت بي مي حتى تقلل الحرارة مالته أو أسوي له كورد بارز كمادات سويها وخليها على راسه حتى تنزل درجة الحرارة على جسمه على إيديه على ظهره على بطنه فعلى كل أجزاء جسمه حتى أقل درجة الحرارة مالته أيضا ممكن إذا ما عنده دياريا إنه أنطي يعني ريفانين سافوستيريس اللي هي التحاميل حتى تنزل درجة الحرارة اللي هي أنتي بايرون أفضل لأن هو يعني كونفولشن فأني ولسانه مغلوب وممكن إنه أني إذا أنطي أورالي يختنق تدخل للثراكيا ويختنق فننطي ريكتالي هذا يكون مور سيف as well as بعض الأشياء هسه راح ناخذها بالكلينيكال فيتشرز نشوفها هذا بالنسبة خلينا نكمل التوكسينات هاي أنا يعني اختصرت لكم إياها ربطنا الأعراض اللي راح نشوفها نتيجة التوكسينات اللي هي سببت لنا هاي الأعراض أيضا عندنا الإريتيشن قلنا راح يصير عنده الريتيشن راح يصير عنده بالأبر ريسبيراتوري تراكت أيضا عن طريق البيرتوسيس توكسينز أيضا راح يصير عندنا نسميها تراكيا سايتوتوكسيك توكسين الأنذر توكسين تراكيا سايتوتوكسيك توكسين هذا أيضا راح يسبب لنا دامج للإبيثيليال سيلز أوف ذا توكسينز أيضا عندنا دي إن إي توكسينز أيضا راح يسبب لنا هذه دامج للدي إن إي أوف ذا هوست سيلز نشوفوا عدة توكسينات إذا عدها هاي مجموعة توكسينات هاني سويت لكم إياها بشكل نقاط حتى تعرفوها هو أصلاً تريكيا سيتوتوكسيك توكسين قالت تريكيا سيتوتوكسيك توكسين ما أعرف عن ذكر دي ان اي توكسين قالت بس صح شوفوا هاي التوكسينات قلنا اهم توكسينز اللي هو البيرتوسيس توكسين عندنا ايضا ديرمونيكروتيك توكسينز اللي هو راح يسبب لنا سكن عندنا الفلاي ايضا هاي من ضمن الفيريلانس فاكتورز مالتها وعندنا الهيمولايسين ايضا حكينا قلنا راح يسوي ديستركشنز اوف ذا ار بي سي قلنا الباثوجينيسيس هذا مهم ايضا قلنا هو انفكت ذا هيومن اونلي نوت انفكت ذا انيمالز اند كان نوت بي فاوند in the يعني outside the host epithelial cells for long duration ما تقدر تبقى تموت لهذا السبب تحتاج انه host cell هذه ايضا تجيكم بالسيركل شوفوا معنا attachment to the cilia only infected the intact host cells
دكتورة الريتيشن يسببوا التوكسين يعني الإكزوتوكسين والألتياس؟ نعم عندنا هاي عدة توكسينات ثانية اللي شفتوها هسا حشي ثاني على السريع. هيمولاسين توكسين هيمولاسين توكسين الفيرست ستيج اللي راح نسميه هنا كاترال ستيج طبعا بالنسبه للانكيوبيشن بيريد من 7 تو 10 دايز 7 الى 10 ايام يلا تبدي تظهر الكلينيكال فيتشرز على البيشنت هذه فتره الحضانه نسميها نيجي عاد هسه هنا ظهرت الكلينيكال فيتشرز الكلينيكال فيتشرز من راح تظهر عندنا 3 ستيج اول ستيج اللي هو الكاترال ستيج الكاترال ستيج هنا نون سبيسيفيك ساينز اند سيمتومز ابير اون ذا بيشنت راح نشوف انه فلو لايك اكرنس تظهر عليه كانه انفلونزا عاديه ما بيها شيء ايش راح يصير عند البيشنت هنا راح يكون راينايتس عندهم اور راينوريا وقلنا هاي بالبدايه شنو حكيناها الباثوجينيسيس وشلون ده سبب لنا الراينايتس هذه ايضا راح يكون عنده كف لكن الكف هنا راح يكون يعني مايل كف هنا ايضا راح يكون البيشنت عنده جنرالايزد ويكنس راح يكون mild fever هذه بالبداية and the upper respiratory tract have the large numbers of the Bordetella pertussis so that this stage is highly contagious هذه الفترة هو اللي راح بتكون فترة انه ممكن يعدي البقية highly contagious this period or this stage lasting from 1 to 2 weeks تبقى أسبوع إلى أسبوعين هاي اللي تكون flu like أثرانس عنده واللي تكون هي highly contagious نجي على الparoxysmal stage هنا لا the signs and symptoms will become very severe and specific the patient will have cough and at the beginning it will be dry cough then converted into the productive cough and the cough specifically induced during the inspiration عن طريق الانسبيريشن مو with expiration احنا معظم سوري القهقه اللي تصير عندنا عن طريق شنو الاكسبيريشن ويا الزفير هنا لا ده تصير during inspiration and sorry there is the narrowing of the trachea because accumulations of the mucus or pus and or plaques اللي قلنا راح تتكون وراح تسبب لنا obstructions and narrowing of the air way passage and narrowing of the glottis فهنا راح الصوت من يدخل والطفل قاعد دايبتي ايضا فهنا الصوت اللي راح يظهر عندنا مشابه لصوت صياح الديك من عندها اجتي هنا مثل الصافوره تطلع من عندها اجتي التسميه انه هي whooping cough narrowing of the airway passage specifically in the glottis and because the attack of the cough will appear during inspiration not in expiration هذه اللي يميزنا طبعا هو بما انه during inspiration بيصير عنده الكف فراح يصير عنده شنو vomiting وياها فراح تكون هم قحة وهم يعني vomiting وياها وهم عيطة وبكي وكلهم فراح يختنق الطفل هاي ايضا يميزها انه كف راح sorry vomiting راح يكون وياها طبعا هنا this stage lasting from 2 to 4 weeks هذه كانت 1 إلى 2 هاي ضعف مالتها 1 تصير 2 والاثنين تصير 4 نعم دكتورة شلون يعني during inspiration يعني بدا ياخذ النفس يعني اول هل هو expiration اي اي هاي القحه العاديه اللي عندنا during whooping cough لا هذه الوحيده تكون during inspiration لهذا السبب يختنق نعم نجي وراها عن
convalescent stage اللي هي lasting from 3 to 4 weeks. هنا during this طبعاً تخلون بالكم إنه the first stage وال second stage هما اللي راح يكونون contagious. Convalescent contagious راح يكون مرضية. The patients will present with the high grade fever, coma, convulsion بالبداية وممكن أنه تتحول the convulsions إلى coma. وسيانوسيس أيضا راح يكون عند the third stage وقلنا من 3 إلى 4. ممكن هنا طبعا يصير عندنا secondary bacterial infection. secondary bacterial infection يعني شنو عندنا؟ يعني عندنا upper respiratory tract contain a certain normal flora. this normal flora وعليكم السلام احنا كملنا ان شاء الله ممكن انه تتحول الى secondary bacterial infection وتسبب لنا نيمونيا which can be diagnosed by the chest x-ray. طبعا عندنا هنا السامبلز عاده ناخذها نيزال فارنجيال سواب سكور. الطفل ما راح يعطيك مجال انه تاخذه فتخلي الفكره ليش قدام هالكح اوف ذا ماوث اباوت 10 cm ويقح عليها وتطبقها راسا وتوديها للمختبر. هاي الصور مخليت لكم. اذا اخذنا نيزال فارنجيال سواب راح نلنا من الانتيريور ناريس ندخلها وناخذها ونخليها ان سلاين. بالسلاين ناخذها للمختبر حتى لا تموت البكتيريا. ليش؟ لان هي فاستيدياس. نجي بالنسبه للتريتمنت مالته مثل ما قلنا سبورتيف تريتمنت راح نعطي وعندنا الانتي بايوتيك العاديه اللي هي البنسلين وجماعتها ما راح تشتغل نهائيا عليها. لهذا السبب راح نحتاج ماكروليتس انتي بايوتيكس اي مين اريثرومايسين. ان يرى نيو تريتمنت او انتي بايوتيك اللي هو الازيثرومايسين راح يكون سنجل دوز راح يكون عندنا لونج شورت ديوريشنز وممكن يكون يعني مور افكتيف مو مثل الاريثرومايسين 1 باي 4 اعطي انا راح اعطي 1 باي 1 وراح فور 3 دايز وراح يكون مور افكتيف. زائدا انه قبلها انا لازم اسوي الفاكسينيشنز اللي هو دي بي تي اللقاح الفلاني اعطيه بالسكند والفور والسكس مانث.